صرحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أنه الحل لمشكلة داعش والتطرف على المدى الطويل هو ببناء اقتصاد الدول ومكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل. There is no easy solution in the long term to preventing and combating violent extremism. But if we can help countries work at the root causes of this, what makes these 17-year-old kids pick up an AK-47 instead of try to start a business? بس اللي صار إنه بعض وسائل الإعلام نشرت الخبر بشكل محرف إنه أمريكا ما فيها تربح الحرب على داعش ولازم يلاقوا لهم وظائف لداعش. وبسرعة انتشر هاشتاج جوبز فور ايزيس مع هجوم قوي من الجمهوريين على هارف. نحن قررنا نساعد وعندنا كم وظيفة هيك فاضيين للداعشين الحلوين. مطلوب داعشي مع خبرة 5 سنين تطيش روس للعمل في مجال الموضة. مطلوب للعمل في صالون نسائي داعشي مع خبرة جهاد نكاح، السكن مؤمن، السفر فورا الأفضلية لسكان الرقة. مطلوب مصور داعشي متخصص في مشاهد الإعدام والتقطيش للعمل كمخرج تقارير في فريق عمل CNN، حس الفكاهة ضروري. مطلوب خليفة للعمل في محل شاورما في الخليج، الراتب مغري. بالنهاية اللي قالته هارف مش غلط، ومكافحة الإرهاب ما بتكون بالقتل بس بمعالجة أسباب الإرهاب. مثلا بلبنان ليش صار عنا داعش؟ جاوبونا على الهاشتاج ليش عنا داعش.